دي أول محاضرة في الـ Systematic Medical Terminology، هنمشي System System. أول حاجة الجهاز الدوري اللي هو Circulatory System. Circulatory System ده ممكن يتقسم لجهاز دوري عام، ممكن نقول عليه فيه General Circulatory System، وجهاز دوري خاص بالرئة Pulmonary Circulatory System، وجهاز دوري خاص بالأمعاء والكبد هيباتيك أو انترو هيباتيك سيركوليتي سيستم. ف يعني في هنا دورة دموية بتكون بين القلب وبين الجسم كله، ده تمثيل للقلب والجسم كله سواء الإيد والرجل، الأمعاء، الكبد، المخ، أي كل أجهزة الجسم بتاخد دم من القلب اللي هو يمكن الجزء ده هتشرح أكتر في الأناتومي. بس نبدأ بس بالكلمتين دول، إن الليفت فينتريكل بتضخ دم من خلال الأورطة للجسم كله، كل خلايا الجسم لازم يجيلها دم من القلب محمل بالمواد الغذائية والأكسجين أساسا. يبقى ده الجهاز الدوري الأساسي. في جهاز دوري، في نوعين جهاز دوري تاني أو نوعين سيركل سيستمز تانيين، واحد بين القلب والرئة، ده علشان القلب لما يجيله يديه أكسجينيز بلاد الدم اللي هو خالي من الأكسجين أو المحمل بثاني أكسيد الكربون، القلب بيبعته للرئة علشان الرئة تعمل عملية الأكسجينيشن للبلد أو تاخد ثاني أكسيد الكربون وتحمل الدم تاني بالأكسجين وترجع الدم للرئة، ترجع الدم للقلب تاني عن طريق الليفت أتريوم دوت. يبقى الدورة دي اسمها البيمونيو سيكوليشن. في واحدة في دورة تانية بين الأمعاء وبين الكبد اسمها، ممكن أنا معايا صورة هنا ليها، هيباتوبيلاري سيركوليشن. دي بين الأمعاء، حلو، الأمعاء الصغيرة اللي هي اسمها الانتستين والكبد، الأكل بيمتص عن طريق اللي اسمه الانتستين اللي بيمتص في الصورة البسيطة اللي هي الكربوهيدرات، بيمتص في صورة الكربوهيدرات ده يعني إيه؟ سكر مركب، بيمتص في صورة سكر بسيطة اللي هو جلوكوز، والفات بيمتص في صورتها البسيطة اللي هي الفاتي أسيدز الأحماض الدهنية، والبروتين بيمتص في صورته البسيطة اللي هي الأحماض الأمينية أمينو أسيدز، اللي جاية بالفيتامينز والمينرالز المعادن والفيتامين، كل ده بيمتص ويدخل الدم، يدخل الدم ويمشي في البورتال بين اللي هو دوت، ويدخل الكبد، يدخل الكبد في البورتال بين، والكبد بقى بيستقبله ويبدأ يصنعه بطريقة معينة. فدي دورة دموية خاصة برضه بين الأمعاء وبين الكبد. حد عنده مشكلة في الصوت؟ الصوت عندي مظبوط. طيب، ما في حد عنده مشكلة في الصوت يقول؟ يبقى ده تعريف يعني introduction بسيط. هنقول الكلام ده باستفاضة أكتر في الأناتومي، بس يعني هنا السيكوريتي سيستم من الجهاز الدوري ده يعتبر يعني كل حاجة جهاز حيوي ماشي. delivers essential substance to all cells for basic function to occur، يعني بيوصل ال essential substance اللي هي إيه؟ اللي هي هتبقى
مش مظبوط. طيب ثانية واحدة. طيب كده الصوت يمكن يزيد شوية. ايه المقصود بكلمة essential substance؟ تمام، اللي هي الأكسجين، النيوترينتس، المواد الغذائية اللي بناكلها. يبقى الجهاز الدوري ده وظيفته إنه يوصل deliverance، يعني يوصل المواد الغذائية والأكسجين لكل خلايا الجسم for basic functions okay، عشان تقوم بوظيفتها الأساسية. network heart، المركز هو الجهاز الدوري، هو القلب، هو اللي يضخ الدم لكل خلايا الجسم. يبقى أهم حاجة إن الدم يوصل لكل خلايا الجسم، خلية خلية، تمام، عن طريق الشعيرات الدموية. يعني الشعيرات الدموية ده هو ده مستوى الخلية، تمام، يعني دي حاجات ما تتشافش. اللي إحنا بنشوفه هو الأرتريز والأرتريولز، ده أرتري، ده أرتريول، ده فينيول، ده فين، ده نقدر نشوفهم بالتشويه. أما الأوعية الدموية كابيلاريز دي، ده مستوى الخلية، بيحصل فيه فلتر للدم، المواد الغذائية والأكسجين، وبيرجع ياخد الدم الويست برودكتس من الخلايا وثاني أكسيد الكربون. بيتبقى شوية سائل كده اسمه الليمف، احنا اتكلمنا عنه. الليمف ده بيتجمع ب سائل اسمه الليمف، بيتجمع بإيه؟ بيتجمع بالليمفاتيك بيسلز أو الليمفاتيكس، وده نظام يعني أوعية تانية غير الأوعية الدموية. فهنا عندنا كلمة بلود فيسل، وعاء دموي، غير الليمف فيسل. الليمف فيسل وعاء ليمفاوي، البلود فيسل بيحمل الدم من وإلى الخلايا. إلى الخلايا هيبقى دم، إلى الخلايا هيبقى دم أكسجينيتد، من الخلايا هيبقى دم دي أكسجينيتد، تمام. وقلنا ده يعني الكلمة دي الـ heart is the central pump، هو المضخة الرئيسية للدورة الدموية، سواء الدورة الدموية العامة دي أو الدورة الدموية الرئوية، تمام. ندخل على المصطلحات، يعني الكلام ده شرح الوظيفة والتشريح بتاعة القلب والشرايين والأوردة، هتشرح باستفاضة في التشريح، بس دي كلمتين كده بيزكس علشان نفهم لما ندي أمثلة نعرف إحنا بنتكلم عن إيه. قلنا هنا في البوت بذور الكلمة، هنا كارديو، أي حاجة فيها كارديو يعني هارت، أمثلة كارديو، أي كارديوتس، كارديوتس يعني إنفلاميشن، قلنا أيتس يعني إنفلاميشن، وكارديو أو كارد يعني هارت، إندو يعني إيه؟ من جوه. يبقى عنده كارديتس هي انفلاميشن اوف لاينينج اوف ذا هارت، اللي هي البطانة لاينينج، اللي هي الصوت يا جماعة الصوت. فعنده كارديتس انفلاميشن اوف ذا لاينينج اوف ذا هارت، اللي هي التهاب بطانة القلب. مايو كارديتس، قلنا مايو يعني مسل، اللي هي الطبقة اللي في النص، يعني في مشاكل كارديك مسل. يبقى القلب لو تولى طبقات، في اندوكارديتس، في مايو كارديتس، اندوكارديوم، مايو كارديوم، بيريكارديوم، من جوه لبره، تمام. يبقى دي اندو،
اندوكارديوم، الانفلاميشن بتاعها هيبقى اندوكارديتس، مايوكارديوم طبقة العضلة القلبية، الانفلاميشن بتاعها هيبقى انفلاميشن اوف ذا كارديو كونس اللي هي مايوكارديتس، بيريكارديتس اللي هي انفلاميشن اوف ذا بيريكارديوم اللي هي من البرين سراوندينج ذا هارت، الغشاء المحوط للقلب ده من بره. يبقى لو عايزين نقول طبقات القلب من جوه لبره هنقول ايه؟ اندوكارديوم، اندوكارديوم من جوه، مايوكارديوم، مايوكارديوم في النص، بيري كارديوم من بره. يبقى بيري من بره، اي حاجه فيها بيري تبقى من بره، واي حاجه فيها اندو تبقى من جوه. مثال تاني للبيري والاندو، بيري اوستيوم، بيري اوستيوم اللي هو الغشاء السمحية اللي هو محوط للعظام، اندوستيوم، اندو اوستيوم. اندوستيوم الغشاء المبطن للعظام، اللي هو بيبقى حوالين الميدالي الكافيتي. دي مثال تاني للبيبي والاندو، تمام. فعايزين نقول انفلاميشن لبطانة القلب يبقى اندوكارديتس، انفلاميشن للعضلة عضلة القلب يبقى مايوكارديتس. بنحط الايتس، الايتس اللي هي الزيادة بتاعة الانفلاميشن. يبقى قلنا الحروف اللاتينية بتبقى، أو الكلمات اللاتينية بتبقى كلمة واحدة، لما تيجي تفسرها للعربي أو الإنجليزي هتلاقيها، أو تترجمها يعني، هتلاقيها مكونة من 3 أو 4 كلمات. inflammation of the lining of the heart، inflammation of lining of the heart، 3 كلمات، التهاب بطانة القلب. يعني أدي 3 كلمات هما ملخصينها في كلمة واحدة، myocarditis نفس الكلام، pericarditis نفس الكلام. أي حاجة فيها سايت تبقى سالب، تمام. يبقى هنا دالوت إريثروسايتس بتسل، هي قوات الدم الحمراء، إريثروسايت، إريثرو يعني حمراء، ليوكو سايت يعني قوات الدم البيضاء، تمام. يبقى هنا الإريثرو دي ديفكس سايت هي بوت. ممكن نقول حاجة تانية زي مثلا سايتوبلازم، سيتوبلازم اللي هي ايه؟ الخلية بتبقى عاملة ده، الخلية او اللي هو السيل ميمبرين، وهنا النيوكليوس، هنا النواة، هنا السائل اللي هو هنا ده اسمه سيتوبلازم، الجزء ده كله اسمه سيتوبلازم. فهنا السيتو هي الروت، وبلازم هي ممكن نقول عليها ال suffix، هنا ال erythro prefix، تمام. هيم أي حاجة فيها هيم تبقى دم، هيماتوما يعني تجمع دموي، هيموج نزيف، تمام. هيموج، هيماتوما، دي أمثلة للهيم. أو إيميا، إحنا قلنا برضو إيميا يعني دم، صح؟ أو إيميا. هنا هيم هتبقى هيجي بعديها حاجة، هيجي يعني هيجي بعديها سافكس، إيميا هيجي قبليها بريفكس. فهنا توما، توما أو أوما، أوما دي يعني سويلينج. هنا ده المقصود هنا بالهيماتوما مش تورم، هنا تورم نتيجة نزيف، يعني نزيف حصل تحت الجلد مثلا وعمل تجمع دموي، عمل كورة كده، فس بنسميه هيماتوما، تمام. فأوما، أوما أساسا بيستخدم للأورام، سواء الأورام دي أورام
حميدة أو أم خبيثة أو ورم نتيجة نزيف زي هنا، وهيمورج يعني نزيف برضه هنا. لو عايزين نقول أنيميا، أنيميا يعني فقر دم، أنيميا برضه هنا يعني دم. فاس أي حاجة فيها فاس يعني وعاء دموي فيسل أو وعاء دكت، تمام. فبلاد فيسل يعني كارديو فاسكولار، فاس هنا يعني وعاء كارديو فاسكولار. كارديو فاسكولار سيستم يعني القلب بالأوعية الدموية، الكارديو فاسكولار سيستم اللي هو النظام القلبي الوعائي مثلا، يعني قلب والأوعية الدموية على بعض اسمه كارديو فاسكولار سيستم. أي حاجة زيادة أو عالية اسمها هايبر، هايبر تنشن يعني ارتفاع ضغط الدم. تنشن يعني إيه؟ تنشن يعني ضغط، هايبر تنشن يبقى ارتفاع الضغط أو ارتفاع ضغط الدم. هايبو العكس يعني حاجة قليلة أو حاجة ناقصة، هايبو تنشن نفس الكلام، تنشن يعني بريشر وهايبو يعني واطي، يبقى ضغط الدم واطي. هايبو تنشن ممكن نقول أمثلة تانية زي مثلا هايبو ثيرميا، يعني مثلا هايبر هايبوثيرميا يعني ارتفاع درجة الحرارة، أكثرها هايبوثيرميا، تمام. في مثلا حاجة الهايبو هايبو بيرفيوجن، هايبو بيرفيوجن يعني مفيش دم وصل للأطراف كويس، مفيش دم وصل على مستوى الخلايا كويس، وده بيبقى من يعني بيحصل كنتيجة ثانوية للهايبوتنشن. يعني الهايبوتنشن ممكن يؤدي إلى هايبوبرفيوجن، تمام، أو نزيف حاد ممكن يؤدي إلى هايبوتنشن وهايبوفوليميا وهايبوفوليميا. كل دي بدي أمثلة لكلمة هايبو، تمام. برفيوجن دي ليها علاقة بإن الدم واصل للخلايا كويس، وهايبرثيرميا عكسها هايبوثيرميا. بنيا يعني deficiency، بنيا يعني حاجة ناقصة، يعني حاجة قليلة في العدد، تمام. ليوكوبينيا عدد كرات الدم البيضاء قليلة. ليوكو هنا ليوكو يعني إيه؟ أبيض. ليوكو يعني كلمة اللاتيني بتاع وايت، بس إحنا بنستخدمها هنا كاختصار لليوكوسايت، يعني ليوكوسايت عايزين نقول فلما كرات الدم البيضاء يعني ليوكوسايت. لما نيجي بقى نرفير الكلمة دي كمرض مثلا أو كحالة بنستخدم كلمة ليوكو بس. فليوكوبينيا يعني عدد قليل من كرات الدم البيضاء، وده بيؤدي إلى نقص المناعة، لأن أنتوا عارفين إن المناعة تتكون من أنظمة، كذا نظام، منها نظام مضادات أقسام الأنتيبيوتكس، منها نظام اليوكوسايتس اللي هي كرة الدم البيضاء، تمام. فهنا كرة الدم البيضاء لما تبقى قليلة فالحالة دي اسمها ليوكوبينيا، وده بيؤدي إلى ضعف المناعة. يبقى اليوكوبينيا يعني ديفيشنسي، يعني حاجة قليلة أو حاجة ناقصة. برادي عكسها تاكي، برادي يعني بطيء، تاكي يعني سريع. دي بتظهر أكتر حاجة في النبض أو التنفس، يعني معدل النبض أو معدل التنفس. فبرادي وتاكي يعني في المعدلات، يعني بيستخدم أكتر في الريت، سواء الهارت ريت، تمام. برادي كارديا يبقى أقل من 60، تاكي كارديا أكتر من 90 أو 100. برضه ممكن نقول تاكيبنيا، تاكيبنيا يعني تاكيبنيا يعني ارتفاع معدل النفس، تاكيبنيا و تمام. يبقى ما فيش حد بيتنفس يعني تاكيبنيا هيبقى عكسها لا، يعني هو تاكيبنيا بيبقى معدل نفس أكتر من 20 سايكل بير
ميت، يعني هو التنفس الطبيعي بيبقى في حدود 16 سايكل بميت، اللي هي السايكل بتبقى انسبيريشن اكسبيريشن، يعني زفير شهيق وزفير، دي السايكل الواحدة. فالطبيعي بيبقى تقريبا 16 سايكل بير مينت في الدقيقة، تكبني أكتر بيبقى أكتر من 20. فده مثال للتاكي. و فينو أو فليبو، يعني فين أي حاجة فيها فين، فينو أو فليبو، فليبو دي يعني فين، يعني فليبايتس يبقى تهاب في الأوردة بس، أو تمام دي فينس ومبوزز. تمام في إيه تاني ممكن نقول لا يعني هو ده المثال الأشهر في البيتس، لو التهاب في الأوردة. تمام ستيزز، يعني ستيزز يعني توقف، أشهر حاجة هيموستيزز يعني توقف النزيف. أشهر حاجة في العمليات لما يكون في نزيف بتجيب فتيلة وتضغط بيها لمدة دقيقتين على مكان النزيف عشان يقف. فدي أول طريقة من طرق وقف النزيف في العمليات، how to stop bleeding by hemostasis. hemostasis ده ليه كذا طريقة، إنك تعمل direct compression يعني تدوس على الجرح دوسة لمدة دقيقتين، المفروض النزيف يقف. لو ما وقفش يبقى مثلا ده ممكن يكون ارتريول كبير شوية، الضغط فيه عالي فمحتاج يتربط. دي تاني خطوة، تربط الشريان أو الوريد اللي ينزف، أو تتصاب بقطري، يعني ممكن تتصاب بجهاز كهربا كده. فالمهم هم ستيزيس يعني ازاي وقف النزيف، هيم يعني بلاد، ستيزيس يعني نزيف، هي مقصود بها توقف النزيف يعني أو توقف الدم، يعني المفروض في هيموج في بليدنج فده المفروض تعمله ستيزيس، فمش هينفع نقول هيموج ستيزيس. لو عايزين نجيب الكلمة to stop bleeding، bleeding يعني هيموج وستيزيس to stop، فعايزين نحطها بطريقة منطقية هتبقى هيموج ستيزيس. لا احنا هنشيل ريدج دي وهنخليها هيموستيز على طول، فهي دي متفق عليها لأنها وقف النزيف. قلنا إيميا يعني بلود برضه، تمام. فهايبوكسيميا يعني في مستوى أكسجين قليل في الدم، توكسيميا في سموم في الدم، توكس جاي من توكسينز. تمام هايبو اوكسيميا، هنا هايبو يعني لو، اوكس واكس دي هتبقى هي يعني هي كده هايبو اوكسيميا، يعني ممكن هايبوكسيميا نفصصها كده هايبو اوكس. يبقى هايبو اوكسيميا، هايبو يعني لو، أوكسجين أوكسجين، إيميا يعني دم، يبقى لو أوكسجين إن ذا بلاد. توكسيميا سموم، توكس يعني سموم، توكس هي توكسين سموم. بكتيريميا بكتيريا في الدم، بكتيريميا بكتيريا في الدم. أنيميا فقر الدم، فقر الدم مقصود بيه عدد كرات دم حمراء قليل. عايزين نقارنها باليوكوبينيا، يعني ما نقولش مثلا إريثروبينيا، ممكن بس مش ده اللفظ الطبي المستخدم، اللفظ الطبي المستخدم هي أنيميا. ففي ألفاظ كده تعتبر غير منطقية زي هيموستيزيس، هي المفروض لو هنستخدمها بشكل منطقي تبقى هيموريجيستيزيس، بس هتبقى كلمة طويلة فاختصارا تبقى هيموستيزيس، مصطلح لاتيني وتجميع معروف يعني. وهكذا الأنيميا، مش هنقول اسمه بنيا على غرار ليوكوبينيا، لا هنقول هنقول
أنيا وليست اسمه منيا. تمام، ادخل على التمارين، حد يدخل معايا في الاكسرسايز الخفيف ده؟ حد يجاوب؟ ميمبرين، ذا نعم ميمبرين، ذا نعم ميمبرين، أول واحدة ذا ميمبرين، لا بسمعك، انت قصدك ايه؟ ذا ميمبرين أول واحدة لا ايه إجابة. سؤال، لا لا ايه سؤال، ايه سؤال، يا ما ينفعش. بيكارديس is a turn describing inflammation of the membrane surrounding تمام، يبقى دي الإجابة. pericarditis is a term describing inflammation of the membrane surrounding the heart. يعني يبقى قلنا peri يعني surround، card يعني heart، itis inflammation يبقى inflammation هي موجودة في السؤال، يبقى pericardium ناقص القمة دي القادم هي membrane surrounding the heart. تمام، ده سؤال. أقول لك طيب، acquisition acquisition who's be ايه بي acquisition who specializes يعني متخصص in diagnosis of diseases of the heart is called a cardiologist. لا لا طبعا، يبقى كارديو أي حاجة لها علاقة بالقلب، وأولوجيست أو لوجيست دي اللي هو متخصص في حاجة. تمام، تالت حاجة أبي كوردينج of the electrical activity of the heart is termed الكتروكارديوغرام. كارديوجرام. تمام، الكترو هي الكتريكال، كارديو هي قلب، ده وجرام عايز هي كده قلب صح كده يا دكتور؟ تمام اختصار بناء على اي سي جي. اي تبقى احسن، اي سي جي ده اختصار رسم القلب. في ايكو كارديوجرام ده اللي هو ايكو اللي هو ايه، موجات صوتية على القلب. عايز أسأل على هنا هيماتولوجيست يعني إيه؟ متخصص في إيه؟ هيماتولوجيست متخصص في إيه؟ هيم يعني إيه؟ خاصة أمراض الدم. تمام بالظبط، يبقى هيم يعني دم. سيولوجيست، دكتور عيون، لا سيولوجيست برضو يعني سيولوجيست أعتقد جاي من سيوم حاجة تبع الدم برضو. تمام، بس لا عيون هيبقى أوف سيمولوجيست. باثولوجيست، لا سيولوجيست مش جراح، جراح سيرجين. باثولوجيست اللي هو بتاع اللي هو بيحلل العينات يعني أخصائي تحليل الأمراض، يعني اللي هو لما ناخد عينة من جسم حد ونبعتها يبقى ده بنبعتها لحد باثولوجيست، جاية من باثولوجي. تمام، هارت بارز. لا ماشي، طيب تالت رابع سؤال، براديكارديا is a term describing an abnormally fast heart. abnormally slow. fast يعني تاكي، تمام fast يعني تمام تاكي، slow يعني برادي. تمام، تمام تمام inflammation of the
حاطط المثل يعني ايه؟ مايو 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 ايه؟ كولدس كاردات. كولدس تمام. ايوه اللوجيت هاي. تمام بالظبط. اللوجيت هاي يعني ايه؟ هو ده التضخم صح كده؟ تضخم. يعني ايه بقى؟ كارديو. حد يقول لو ميجالي هذا ما الفيت ابدا ايوه مسؤول هات مش لازم اعرف. اعتقد الفيديو هيقفل دلوقتي. الفيديو هيقفل دلوقتي وهنكمل الفيديو جاي.